معكم وفاء الشمعاوي، خياطة في مجال التقليدي، وكيلة لائحة في الصنف الفنية والإنتاجية، وكأول وكيلة لائحة في جهة سوز مسا. لي شرف باش نكون وكيلة لائحة في حزب التجمع الوطني الأحرار، وكنشكره على أنه أعطى فرصة للمرأة باش أنها تكون وكيلة لائحة وكأول وحدة في جهة سوس مسا. وحنا كنمثلوا الحرفيين في المجال في قطاع الخياطة وفي قطاع الحلاقة ونجرة وفي ما غير، باش نوصلوا الصوت ديالنا لأعلى المجالس والمشاكل اللي كيعانوا منها كقطاع الصحي، كالهيكلة في القطاع، بزاف المشاكل اللي كيعانوا منها الحرفيين اللي أنا معاهم فيها. كانت الرئيسة الجهوية للحرفيات في الهيئة الوطنية للحرفيين والمهنيين، وحنا كانوا عندنا في هذه الهيئة كنا كنقوموا بدورات تكوينية للنساء والحرفيات وكذلك الرجال، وكنحاولوا انهم باش ندخلهم في الهياكل باش يقننوا الحرفة ديالهم ونواكبوهم في الحرفة. كاينين يعني معنا حرفيات وحرفيين اللي ما كيعرفوش ان يعني اتجاهات كيكونوا كيبغيو يستافدوا من جميع المجالات، ما كيعرفوش التوجيهات، كنحاولوا نديرهم توجيهات إدارية، توجيهات في التكوين، توجيهات في اللي بغى يستافد مبادرات، توجيهات في كل المجالات. وكنتمنى ان شاء الله ان صوتنا يوصل حتى حنا كحرفيين وكحرفيات، وكنتمنى ان شاء الله باش تصوتوا على الشخص المناسب في المكان المناسب.